السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا شباب إن شاء الله معانا سيشن في الجرامر. النهاردة هو ذا باست سيمبل تنس، زمن الماضي البسيط. دايما قبل ما تعرف أي زمن هو بيتكون من إيه، لازم تعرف هو بيعبر عن إيه. دايما بيجي يسألني طلبة ويقول لي يا مستر، هو أنا لما أجي أكتب الباراجراف أكتبه في زمن إيه؟ كده أعرف إن هو ما عرفش الجرامر في حياته ولا يعرف أي حاجة عن الجرامر خالص. ليه يا مستر ليه كده؟ اصل انا كل زمن لازم اكون عارف بيعبر عن ايه. على فكره الباراجراف الواحد ممكن يكون فيه اكتر من زمن، مش زمن واحد. ازاي يعني؟ تعال نتكلم النهارده الاول على الباست سيمبل تنس. انا لو سالت واحد انجلش قلت له تعالى كده عرفني يعني ايه الماضي البسيط بالانجلش، هيقول لي a completed action. يعني ايه completed action؟ يعني حدث مكتمل، مكتمل خلصان، يعني that started بدأ and finished انتهى في الباست. يبقى حدث خلصان بدأ وانتهى في الماضي. ايوه كده فهمت. يعني انا كنت ساكن مثلا في بيت ورحت عزلت رحت بيت تاني، صح؟ البيت القديم ده I lived، انا كده lived in منصورة مثلا، كنت عايش في المنصورة، سبت المكان خلاص. I played football، انا خلصت كورة خلاص. تمام. طب ازاي يا مستر اكتب جملة في زمن الباست سيمبل؟ يبقى النهاردة عايزين نعرف بيتكون من ايه. الباست سيمبل ده بيتكون من ايه؟ ازاي اعمل جمله في الماضي البسيط؟ قال لك عندنا في فيرب افعال بنسميها ريجولار فيربس، يعني افعال منتظمه. ايه حكايه الافعال المنتظمه دي؟ دي عشان نخليها في الماضي بنجيب الفيرب بلس اي دي. الفي يعني ايه يا مستر؟ الفي يعني فيرب، الفعل احط له اي دي. اكزامبل بلاي، عشان اخليها بس بكتب بلاي زي ما هي وازود لها اي دي. ستادي بيقول لنا لو اخر حاجه عندي كانت واي، بص على اللي قبله، لو كان ساوند يعني صوت، vowel صوت متحرك، حط اي دي زي ما عملنا في بلاي بالظبط. طب لو كان consonant بنشيل واي ونحط اي اي دي. يبقى عشان نخلي فيرب في الباست بنحط له اي ودي. ممكن نحط له اي اي دي لو كانت واي وقبل الواي consonant ساكن، فبنشيل الواي ونحط اي اي دي. طب لو كانت واي وقبلها vowel متحرك، لا احنا بنحط اي دي من غير ما بنشيل اي حاجه. خلي بالنا يا جماعه لو في فيرب زي كلمه انفايت كده، يدعو اخره اي، لما بنيجي نزود بنزود دي بس، انفايتد. تمام، قاعده سهله جدا. يبقى انا عشان اخلي الفعل في الماضي بنزود له اي ودي. بس مش كل الافعال كده، في افعال بنسميها irregular. irregular verbs افعال غير منتظمه. دي عشان نخليها في الباست بنجيب الفيرب، لا بنجيب الفيرب ايه ده، احنا شكله بيتغير خالص. ليس لها قاعده، بنحفظها زي ما هي. ليس لها قاعده، بنحفظها زي ما هي. يبقى الافعال الغير منتظمه الريجولر بتتحفظ زي ما هي. example see، البست منها so. في عندي كمان go، البست منها went. في افعال كتير جدا بنحفظها يا شباب. يبقى نقول تاني يا مستر كده القاعده بتاعتنا اسمها the past simple tense، زمن الماضي البسيط بيعبر عن completed action that started and finished in the past، حدث خلصان بدأ وانتهى في الماضي، بيتكون من أفعال منتظمة يعني regular verbs، بنجيب الفيرب ونحط له E وD. بس مش كل الأفعال كده، لأن عندي irregular verbs أفعال غير منتظمة شكلها بتتغير. see بتبقى so، go تبقى went. على فكرة كمان في كلمات ساعات شكلها أصلا ما بتغيرش زي read، الماضي منها read بس بتتنطق read. دي الافعال المنتظمه ودي الافعال غير المنتظمه. بس في مشكله، انا ايه اللي يعرفني الجمله دي في زمن الماضي؟
الكلمات الدالة يا مستر، اللي هي اسمها بالانجلش كي ووردز. لما الاقيها في الجملة اعرف ان انا في الباست. كلمة زي ايه؟ yesterday يعني امس، last الماضي، ago once in the past. yesterday يعني امس، last الماضي، ago يعني منذ، once يعني ذات مرة، in the past يعني في الماضي. ده كده زمان past simple. طيب عايز ناخد example كده يا شباب. yesterday I met، الماضي من meet، meet يعني يقابل، الماضي بتاعها met. I met my friends، أنا قابلت أصدقائي. طيب في عندي في الإنجليش حاجة اسمها فعل مساعد. إيه الفعل المساعد ده؟ الفعل المساعد ده إن أنا لما أحب أنفي الجملة أو أعمل سؤال بستخدمه. إيه هو الفعل المساعد؟ عندي هنا did. طيب أنت قلت لي يا مستر yesterday I met my friends، عايز أقول أنا ما قابلتش صحابي، مش ده في الباست؟ خلاص أيوه، بدأ الناس شاطرين جدا، جميل. didn't والمصدر، المصدر meet، didn't meet، يبقى yesterday I didn't meet my friend. عايز أقول حاجة مهمة جدا يا شباب، ده سؤال عايز حد يحله. space كده، they go yesterday، أو بلاش yesterday، to school yesterday و space كده they at school yesterday. طبعا معظم الناس اول ما هتلاقي ده yesterday، انت حضرتك قلت لنا يا مستر في الماضي بستخدم did، حضرتك قلت لنا يا مستر في الماضي بستخدم did. لا يا حبيبي، انت عشان تستخدم did لازم يكون في الجمله فعل، فعل وفي المصدر. طب هنا did في فعل؟ لا مفيش فعل، يبقى مفيش did. امال في ايه؟ في was او where. طب وزي يبقى where. سؤال مهم جدا جدا جدا، طالما مفيش فيرب ما بحطش did. ده يا جماعه the best simple tense. اي عنده حد عنده اي استفهام اي سؤال يبعت لي على الواتساب. كان معاكم النهارده مستر مجدي فيصل.